أولا هذا الموضوع هو على قدر كبير من الأهمية، على اعتبار أنه أنا أعتبره موضوع اقتصادي محض، فيه الشق المالي والشق التدبيري وكلها مرتبطة بالحكامة. وبالتالي فأنا لما تنتناقش في هذا الموضوع تنحبذ أنه الجميع يتبعوا بواحد الحيادية وبسلخ الانتماء. هذا موضوع ما عنده لا علاقة لا براجا لا بوداج لا جيش لا مكناس لا خريبكاع، هذا تيهم واقع كرة القدم الوطني، واقع الأندية المغربية. لأن من تنقول واقع الكرة المغربية دائما يجب أن نفصل ما بين المنتخبات المنتخبات تعيش في الرفاهية والأندية تعيش في الفقر والأزمات. وبالتالي هنا اليوم أعتقد أن النقاش سوف يتمحور حول منظومة الأندية. منظومة الأندية اليوم كيف ما قلت يا سي محمد أمين يعني تسير للحائط. وكاين هناك أمور اللي هي مشتركة ما بين جميع الأندية، وكاين بعض الخصوصيات ديال الأندية. ما هو مشترك ما بين جميع الأندية؟ هو تبعات فترة كورونا وخلقت واحد الأزمة كبيرة وأثرت على جميع الأندية. هذه التبعات هي شاملة ما بين، وكاين أمور اللي كتخص أندية دون غيرها. مثلا كاين سوء تدبير في بعض الأندية، كاين تبذير في أندية اللي كتمشي بواحد الإمكانيات ما كتوفرش لها، وحنا غادي نجيو نفصلوا في هذا الشيء. بالإضافة كاين واحد الشق هو عدم تطبيق القانون. هذا الشيء هو اللي وصلنا اليوم لهذا الشيء. ومن تنقول نتكلموا على القانون، المشرع اعطى لهذه المنظومه الانديه الاليات باش تشتغل منذ سنه 2009 عند صدور قانون 3009. قانون 3009 اللي كان واضح وجاب انذاك بمفهوم اللي هو فيه ثوره رياضيه كرويه غادي تنتقل بالانديه المغربيه لواحد المستوى اخر، تنتقل من مستوى الى مستوى اخر. وكان انه انذاك في 2009 منين خرج كانت جامعه علي الفاسي الفهري، على اساس ان القانون 3009 جاء وانه هو اللي سوف يواكب الاحتراف، منظومه الاحتراف. اللي وقع انه في 2012 وضعنا منظومه الاحتراف وما كانش الاعداد لها جيد بالطريقه اللي كان خاصنا. وانا نقول تفرض هنا من طرف الاتحاد الدولي تفرض على انه يطبقها وما استعدش لها، معلين ما نكون عنده فسحه من الزمن. جامعه علي الفاسي الفهري للاسف ما استغلتهاش، هي كانت عند المنتخبات هي الاساسيه ديالها. ومع الاسف لانه اليوم هنا غنجيو لهذا الشق حتى هو ديال العصبه، علاقة العصبة الأندية الجامعة المنتخبات. بهذه المنظومة تكون حرفية ومحترفة يمكن لنا نمشيو بعيد. أنا من ترجع ل 2009 حتى 2012 هذه الفترة ضيعناها، فعلا ضيعناها، لأن هذاك القانون تحط في الليتيروار. وحتى 2012 لما تفرض عنا الاحتراف درناه على عجل، يعني ما كانش كيف ما كان خصو يكون. شنو القانون ديال 3009؟ هو قانون راه طويل عريض، ولكن اهم شيء ايجابي هو الشركه الرياضيه. الشركه الرياضيه وجاب الشيء اللي هو يعني توري واللي كان الغرض منه انه يدير واحد النقله نوعيه، وهذا الشيء استجابه لما جاء في الرساله الملكيه ديال 2008. انا متى تشوف حتى التصيروره التاريخيه الرساله الملكيه في 2008 قانون بداو تيشتغلوا على القانون، وفي 2000 وسنه من بعد ذلك خرج القانون للوجود على اساس ان التطبيق يبدا في 2010. مع الاسف ما بداش التطبيق، اللي فيه اساسا ان ممكن مستثمرين يدخلوا الانديه حتى الحدود 70%. والامور واضحه مفصله جدا ان الشركه الرياضيه تتكلف بالفريق الاول، والجمعيه تتكلف بالفئات. كل ما هو هاوي، ولكن عندما نقول بان الشركه الرياضيه تتكلف بالفريق الاول بمعنى انها سوف تسدير وتدبر 90% من الميزانيه. 90% من الميزانيه، لان كنعرفوا اليوم كل ما يدور حول الانديه المغربيه حول الفريق الاول. الفئه الصغرى زائد ما فرض على اليوم من كره الصالات فوتسال والكره النسويه، هادشي كله راه هامشي في الميزانيات. من الميزانيه وتشرحها وتحطها كتلقى هادشي كياخذها الفتات غير السميه راه كيتشارج
كيتشارج عندنا خصو يكون عندنا. كيفاش داير؟ قصه وحكايه اخرى.